مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المعارض. مشاهدينا، نحن حاليا في جايتكس 2013. هذا المعرض الذي يحتوي على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كل الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية مشاركة في هذا المعرض. شو رأيكم مشاهدينا نروح نشوف جديدهم في هذا المعرض؟ شركتنا أمريكية من ولاية فينيكس أريزونا. أنا مسؤول عن فرع لندن، ولدينا مكاتب في ميونخ سنغافورة، وللتو فتحنا مكتبا هنا في دبي. عددنا 250 موظف حول العالم، ونعمل جنبا إلى جنب مع أكبر الجهات في العالم في هذا المجال. فحوالي 3500 شركة عالمية تستخدم منتجاتنا، ولدينا 7 فروع حول العالم. فعملاؤنا المستهدفين هم في آسيا والشرق الأوسط والبعض في أوروبا. لذلك فإن فروعنا موزعة ما بين بريطانيا، ألمانيا، سنغافورة ودبي. وكون الشركة الأم في الولايات المتحدة، فلدينا بعض الفروع هناك. لدينا الكثير من الأعمال هذا العام، فنحن نحاول أن نجمع كل منتجاتنا بباقة واحدة، فإننا نتخصص في الإدارة الحديثة والعصرية. فشركة بيوندتراست تقوم بتوفير باقة متنوعة من منتجاتها، لا يباع كل منتج على حدة، وذلك شيء رائع لعملائنا. وللشرح عن أنواع المنتجات، فإن المنتج الرئيسي يوفر لمراقبي الأنظمة في الشركات الفرصة للإطلاع على كل المعطيات اللازم معرفتها، وتوضيح وجود أي مخاطر على أنظمة الحوسبة من الاختراق أو الضياع، ولا ننسى التسهيلات التي يستفيد منها المستخدمين. فعندما تعرف الشركة مدى قدرة المستخدمين على الحصول على المعلومات، فهذا شيء رائع، سواء كان هذا الاختراق إيجابي أو سلبي، فنحن نساعدهم على معرفة كل ذلك في باقة برامج واحدة. أحد أهم المنتجات التي نحاول تسويقها، وقد كان لنا الشرف في طرحها في مؤتمر جايتكس سابقا، هو جهاز سكانر المسمى الراتينا. وهذا الجهاز يسمح للشركة أيا كان نوعها من تحليل أي عدد من أجهزة الحاسوب عبر شركتهم مهما كان عدد فروعها بسهولة ويسر. وسعر هذا المنتج $1200 فقط، وهذا يجعل منه المنتج الأرخص لكن الأكثر فعالية وقوة عن باقي أجهزة سكانر المتوفرة في الأسواق إلى يومنا هذا. وباختصار، فنحن نساعد الشركات على إمكانية التحكم بكل نظام الحوسبة والوصول إلى أي تهديدات أمنية، سواء كانت تهديدات داخلية أو خارجية. هذا أول عام يكون لنا حضور كهذا وعرض خاص بنا في معرض جايتكس. ومعنا هنا حولنا في المعرض الكثير من شركائنا من الشركات الشقيقة، وكالعادة فإن جايتكس عملاق، وهذا العام أكبر من العام الماضي، والكثير من الزوار جاءوا هنا وأبدوا إعجابا في خدماتنا وما نقدمه لهذا العام. وكان وحتى الآن الإقبال من زوار المعرض أكثر من رائع. لقد رأينا الكثير من الشركات تعقد الصفقات وتتداخل ببعضها، وهذا ينعكس إيجابا على كل الموجودين وينشط السوق والاقتصاد. فبعض الشركات الصغيرة تأتي ببعض الحلول الإلكترونية، وعندما تتبناها الشركات الكبيرة يعود النفع على الجميع، وهذا ما يتميز به معرض هذا العام. ومن ناحية الشراء، فإني أرى أن في هذا العام هناك زيادة كبيرة في وعي الشركات في الأخطار الإلكترونية، وهذا ما سبب الإقبال الكبير. فالوعي التكنولوجي يزيد خصوصا في هذا الجزء من العالم. فكلما أسافر إلى الشرق الأوسط أجد الكثير من مشاكل الأمن الإلكتروني والتحديات التي تواجه الشركات. فالقدرة على التحكم بهذه الأمور هي شيء لا بد منه لأي شركة، سواء كبيرة أو صغيرة. فالوعي بهذه الأمور هو من أهم الأشياء التي تنشط مجال أعمالنا، وهذا هو الاختلاف الذي وجدته عن أي من السنوات السابقة. لقد سافرت كثيرا وتجولت عبر المعارض حول العالم، بلا شك فإن جايتكس هو الأكبر والأقوى. ومن الرائع أن نرى الكثير من الشركات في المعرض، والتي تمثل كل منها دولا معينة. فالجمع هو ما يعطي المعرض روحه، والدول الآسيوية وتحديدا جنوب آسيا
لها حضور مبهر، ومن المثير رؤية الكم الهائل من الشركات التي تقدم حلولا حول برامج الهاتف المحمول. ومن أهم الاختلافات في هذا العام هو طرح الكثير من الأجهزة الجديدة الداعمة للبرامج الإلكترونية، ويعود الفضل هنا إلى تطور الهواتف المحمولة. فمن المذهل رؤية ما يقدمه المعرض، وننتظر بكل شوق لرؤية الموجة القادمة في عالم التكنولوجيا العام القادم.